مناورة جديدة في إطار حرب التصريحات الإعلامية بين الأمريكيين والإيرانيين، ساحتها هذه المرة الملف اليمني، حيث خرج قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل بتصريح جديد مفاده أن أسلحة ميليشيا الحوثي تعد تهديدا للولايات المتحدة كما هي تهديد للسعودية. فوتيل قال خلال جلسة استماع في الكونغرس أن إيران تستخدم شبكات متطورة لنقل الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن، مشيرا إلى أن الأسلحة الإيرانية تشكل تهديدا للسعوديين والأمريكيين على حد سواء. القصد في التهديد الأمريكي هو تهديد للمصالح في طرق الملاحة الدولية. فوتيل أيضا وعلى غير العادة كان واضحا في تحميل مسؤولية الكارثة الإنسانية في اليمن للميليشيا المدعومة من إيران. الجديد في الأمر هنا إلى جانب وضوح التصريحات هو أنها جاءت بعد إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزير الخارجية تيريلسون الذي لم يكن على وفاق ورئيسه بأسلوب التعامل في العديد من الملفات ومنها بالطبع الملف الإيراني. التصريحات أيضا تزامنت مع تصريحات لوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف والذي أكد فيها أن الولايات المتحدة ليست في ظرف يسمح لها فرض شروطها فيما يتعلق بالملف النووي لطهران. الشاهد في الأمر أن حضور الملف اليمني في معرض الحرب الكلامية بين البلدين لا يعدو عن كونه أحد أدوات الصراع أو ربما إحدى ساحاته، ما يعني أن الأمل بخير لليمنيين قد يعقب هذه المواقف هو أشبه بما يجري وراء السراب لإرواء ظمأه.